هنا جودة. ده الشوط الثاني وواحد واحد. الشوط الاولاني كان خلص 1-0 لصالح هنا جودة، وده الشوط الثاني. أداء هايل ونقطة صعبة جدا، يعني نقطة صعبة جدا، نتيجة يعني في المتناول. لسه هنا جودة متقدمة في الشوط الثاني 3-2. ده الشوط الثاني 4-2 لهنا جودة، والشوط الأولاني كان خلص 1-0 لي. يعني متقدمة هنا جودة في عدد الأشواط فاز بالشوط الأولاني، وده الشوط الثاني النتيجة فيه 4-2. نتيجة 5-2 لهنا جودة دلوقتي. ستة اتنين هنا جودة في الشوط الثاني. سبعة أربعة هنا جودة دلوقتي الشوط الثاني. سبعة خمسة هنا جودة في الشوط الثاني لصالح هنا جودة. تمانية خمسة هنا جودة. كابتن محمد شومان المدير الفني تشجيع هنا جودة. النقطة العشرة لهنا جودة. عشرة ستة هنا جودة. نقطة وتحسم الشوط الثاني هنا جودة لصالحها. حسمت هنا جودة الشوط الثاني لصالحها 2-0 لهنا جودة.
تعليمات من الكابتن محمود. النتيجة هي متأخرة في النتيجة. كسبانة 2-0. كسبانة 2؟ بداية الشوط الثالث لعيبة صربيا بتتقدم في بداية الشوط الثالث. اثنين واحد اول نقطة لهنا جودة في الشوط الثالث. نقطة لهنا جودة 2-2. كان في يعني خلاف كده ما بين الحكام على احتساب النقطة ديت، هل لمست هنا جودة المضرب ولا لا؟ هايل يا هنا، هايل يا هنا، هايل يا هنا، هايل يا هنا، تعيد مرة أخرى التقدم 3-2 بعد ما كانت متأخرة في أول نقطتين، بتعود هنا جودة مرة أخرى. حتى الآن نتيجة 5-3 لهنا جودة في الشوط الثالث. ومدرب منتخب لعيبة صربيا طلب تايم اوت، يعني لا ان هنا جودة يعني الحمد لله دايما ماشي كويس، ورجعت انها تتفوق تاني متقدمة 5-3، فالمدرب الصربي طلب تايم اوت وقت مستقطع عشان يدي تعليمات للعيبة بتاعته، لان ده شوط حاسم بالنسبة لها، لو خسرته خلاص المباراة انتهت. يعني أنا إن شاء الله تحسم الشوط التالت.
هنا جودة لسه ده تيجي الشوط الثالث 7-6 لهنا جودة. لو هنا جودة قدرت ان هي تفوز بدها لسه عندها مباراة تانية تالتة في المجموعة وبعد كده تتم تحديدهم متأهلين لدور الثمانية. نظام تنس الطاولة الفردي يقام من دورين مجموعتين وبعد كده يروحوا دور الثمانية. سبعة سبعة دلوقتي الشوط الثالث خارجين 7-7. لعيبة صربيا بعد التايم اوت رجع بتركيز اعلى من هنا. ان شاء الله تقدر تحسم الشوط ده. مهم ان هي تحسم الشوط الثالث تخش الشوط الرابع وهي كسبانه 3 اشواط. ده هيفرق مع هنا جودة. 8-8. نقطة للاعبة صربيا. تسعة ثمانية للاعبة صربيا. هنا جودة لاعبة منتخب مصر صاحبة 14 سنة بتقدم أداء جيد طبعا. نقطة لهنا جودة 9-9. هنا جودة يعني نتيجة 9-9. الشوط ده ما بين الاثنين. يلا هنا يلا هنا ركزي. عشرة تسعة للاعبة صربيا. نقطة مهمة عشان هنا ترجع تاني. هاي لي هنا 10-10. يعني شوط قوي. حداشر. لازم اللعيبة اللي تفوز بالشوط الفاصل يعني بعد ما نوصل نتيجة 10-10 لازم يكون في فرق نقطتين. ان شاء الله هنا تقدر تجيبهم وتحسم الشوط لصالحها. شوط قوي. اللعيبة الصربية رجعت بعد التوقف اللي خدته. هاي اللي هنا تستعيد التقدم مرة اخرى 12-11. يعني هنا قدرت ترجع تاني 12-11. نقطة كمان عشان تحسم الشوط لصالحها. النقطة دي مهمة جدا يا هنا عشان تحسم الشوط الثالث. هاي لي هنا قدرت ان هي تحسم الشوط الثالث لصالحها. 3-0 هنا على بعد شوط واحد من الفوز بالمباراة. أنا يعني متابعينا بيتكلموا عن نتائج التحكيم في بطولات أفريقيا. هي دي عادة في الملاكمة. الملاكمة دايما نشوف فيها حاجات غريبة جدا. عبد الرحمن عرابي امبارح ظلم بشكل كبير جدا في المباراة اللي كان بيلعبها وأمام لاعب مونتينيجرو. والنهاردة الدورة برضو يعني
في النهاية هي لعبة تخضع ل ل ل لتقدير الحكم. الحكام هم اللي بيقرروا. ف يعني ما يعني هو البعثة المصرية أكيد بتتخذ إجراءاتها وبتعترض وكده، لكن في النهاية في لجنة وفي حكام هم اللي بياخدوا القرار. ودي مشكلة الملاكمة عموما، يعني إن هي تخضع للرأي الشخصي للحكام. نرجع تاني الشوط الرابع. هنا جودة بدأت بسيطرة في نقطة هائلة جدا في الشوط الرابع، 1-0 لهنا جودة. واحد واحد. هنا التركيز ان شاء الله في الشوط عشان تاخده وتحسب المباراة. 2-1 للعيبة صربيا. خسارة هنا جودة في المباراة الاولى برضو كانت نوعا ما مؤثرة عليها بشكل شوية. ثلاثة واحد للاعيبة صربيا. مجهود كبير الحقيقة بذلته هنا جودة في دورة عام البحر المتوسط. مباريات كل يوم بتلعب 3 مباريات، ضغط كبير جدا على لعيبة شابة صاعدة صغيرة في السن 14 سنة، ان كل مباراة دي بتلعب في التوقيت دوت. 3-3 3-3. هنا محتاجة ان هي يعني تسيطر شوية، تفرق بنقطتين كمان على منافستها الصربية عشان تقدر تتحكم في المباراة وتخلص الشوط دوت. ان شاء الله تقدر تخلصه. لسه منافسات الزوجي هتبتدي بعد ما تخلص منافسات الفردي. كان بدأنا بالفرق رجال والفرق سيدات، وبعد كده هيكون في منافسات الزوجي المختلط هي اللي موجودة هنا بعد فردي السيدات وفردي الرجال لما يخلص. أربعة 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 أربعة. النتيجة 4-4 دلوقتي. لعيبة صربيا قدرت تتعادل. هايل يا هنا، هايل يا هنا. النقطة الخامسة بتحققها هنا جودة. أكيد كل الإجراءات بتتخذ، لكن في نهاية في لجنة منظمة، لازم نكون عارفين في لجنة منظمة بتاخد إجراءاتك وبتطعن وبتعمل كل حاجة في الملاكمة طبعا وفي كل الألعاب عشان تحافظ على لعيبتك، لكن في نهاية في قرار بيكون للجنة منظمة. وبنشوف ماتشات كتير ومباريات كتير بتحصل فيها أخطاء، لكن في النهاية في لجنة منظمة صاحبة القرار. 5-5 الشوط الرابع ما بين هنا جودة ولاعيبة صربيا. هنا جودة دلوقتي بتجيب النقطة الستة. 6-5 هنا جودة. مشارك من زوج المختلط عمر عصر وهنا جودة، هم اللي هيشاركوا مع بعض. لاعبة صربيا متقدمة دلوقتي 7-5 على هنا جودة. تقدر ترجع يا هنا، كان في الشوط الثالث حصل نفس الأمر وقدرت هنا جودة ان هي ترجع. زوج المختلط هنا وعمر عصر. نتيجة دلوقتي 7-5 في الشوط الرابع، وهنا جودة كسبانة اول 3 أشواط. 8-5 للاعبة صربيا. تسعة خمسة للاعيبة صربيا. هنا مستعجلة شوية في المباراة، يعني هنا مستعجلة شوية. عشرة خمسة للاعيبة صربيا. هاي لهنا 10-6.
تقدر هنا ان شاء الله رغم يعني في فرق كبير 4 نقط، لكن تقدر هنا ان هي ترجع ان شاء الله في الشوط دوت بحيث ان هي تخلص ما تروحش هايل. انا هايل انا 10-7. خلص الشوط لصالح لاعبة صربيا 11-7 كده نتيجة الأشواط 3-1. هيبقى في شوط خامس. تعليمات المدير الفني محمد شومان لهنا جودة. الاثنين حد لا، هو دلوقتي ده اللي هو بعد ما الشوط خلص في تعليمات حاليا من المدير الفني لهنا جودة. 3-1 نتيجة الأشواط. هنا محتاجة شوط واحد عشان تقدر ان هي تفوز بالمباراة. انتظار المباراة بالليل بقى اللي هتبقى الساعة 7 في اخر مباراة المجموعة. طبعا احنا زي ما حضراتكم شايفين الصالة فيها عدد كبير جدا من المباريات بتتلعب في دور المجموعات في منافسات الفردي سيدات ورجال. يمكن دي المباراة الوحيدة في السيدات اللي بتتلعب دلوقتي، انما بيتلعب في نفس التوقيت 3 مباريات رجال. في دور المجموعات لمنافسات الرجال الفردي برضو. اثنين صفر للاعبة صربيا في الشوط الخامس. 3-1 نتيجة الأشواط، لكن في الشوط الخامس لاعبة صربيا متقدمة 2-0. ثلاثة صفر لاعبة صربيا. ثلاثة واحد. هايل يا هنا، هايل يا هنا. هنا تقدر ان شاء الله نيا 4-1 للعبة صربيا. في مباراة أخرى في المجموعات بدأت دلوقتي للسيدات أيضا. فردي السيدات 5-1 للاعبة صربيا. ستة واحد للاعبة صربيا. سبعة واحد للاعبة صربيا. أنا تراجعت جدا في الشوط دوت. ثمانية واحد للاعبة صربيا. ثمانية اتنين او يعني نقطة تانية لهنا جودة بعد يعني
ما خسرت عدد كبير جدا من النقط، 7 نقط متتالية ما كانتش عارفة تجيب فيهم 100 نقطة. الاثنية ترجع دلوقتي، هنا 8-3 8-3. ركزي شوية يا هنا، ركزي هتقدري ان انت تخلصي الجيم دوت. هي عندها القدرة على كده. 9-3 لعيبة صربيا اكثر تركيزا في 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 الشوط دوت، والفريق كبير جدا واضح. نقطة جديدة لهنا، هنا جودة 9-4. هاي لهنا 9-5 9-5. تقدري يا هنا ترجعي، تقدري تقدري يا هنا ترجعي. هاي لي هنا 9-6 بدأت ترجع هنا. تقدر يا هنا ترجعي، ان شاء الله تقدر ترجع وتفوزي بالشوط دوت. مش عايزين نروح لأشواط اخرى. هاي لي هنا 9-8 9-7 دلوقتي نتيجة 9-7. نقطتين قدرت ترجع هنا بعد ما كان الفرق وصل لسبع نقاط أو 6 نقاط، كانت 7-1 النتيجة. قدرت هنا إن هي ترجع 1-1 وبقت النتيجة 9-7. مهم النقطة اللي جاية ديت هنا تاخدها إن شاء الله. هايل يا هنا 9-8 يعني ان شاء الله النقطة ديت تهدي نفسيها شوية. هنا تربط الحذاء بتاعها، ده كويس ان هي تهدى شوية دلوقتي، بس كانت يعني محتاجة ان هي تكمل مع اللعبة الصربية ان هي متقدمة حاليا حتى نفسيا. هي قدرت ترجع بشكل كبير جدا، فرق نقطة 9-8 لصالح اللعبة الصربية في الشوط الخامس. هاي لي هنا 9-9 هاي لي هنا 9-9 قدرت هنا جودة ان هي ترجع بشكل كبير جدا، وان شاء الله تكمل وتجيب النقطتين دول. هاي لي هنا 10-9 اول تقدم لهنا جودة في هذا الشوط. نقطة واحدة تفصل هنا جودة عن الفوز بالمباراة. تقدر هنا 10-10 نقطة لعيبة صربيا انها نرجع تاني لمشاركة في النقطتين. لازم حد منهم يجيب نقطتين عشان يحسم الشوط، نقطتين متتاليين. هايل يا هنا 11-10 نقطة وتفوز بالمباراة، نقطة وحيدة بس وتفوز بالمباراة إن شاء الله. تقدر هنا جودة، هايل هنا جودة تقدر تفوز بالمباراة 3-1. أداء هايل جدا، كان الشوط ده تأخرت فيه بشكل كبير لكن قدرت إن هي ترجع فيه. مبروك هنا جودة، ألف مبروك هنا جودة، قدرت إن هي تحقق الفوز في المباراة التانية ليها. ألف مبروك هنا جودة، مباراة صعبة جدا. ألف مبروك هنا جودة، بتفوز نتيجة 3-1 على لعيبة صربيا، وكده لسه عندها المباراة الأخيرة النهاردة. إن شاء الله تقدر تحسمها هنا جودة وتفوز بيها بإذن الله.